من بعد الأغنية سامعني دابا غنسمعوا للدكتور محمد الكناني أخصائي في طب الأطفال. صباح النور دكتور. صباح الخير أخت. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا بك مرة أخرى. شكرا دكتور. خلال هذا الأسبوع أعطينا نصائح عامة حول الاحتياط والوقاية من نزلة البرد وكيفية التعامل معها. يوم الاثنين تكلمنا على العلاج ديال نزلة البرد عند الرضع بالضبط، والبارح تكلمنا على التهاب الحلق واللوزتين أو الحلق عند الأطفال. اليوم معك دكتور غنتحدثوا على الكلى والمسالك البولية عند الأطفال. بالفعل الأخت، الكلى والمسالك البولية عند الأطفال خاصة الالتهابات كتشكل واحد المشكل اللي ما كيكونش باين عند الأمهات. نعم. وكيف كنعرفوا بأن الكلى هما واحد العضوين اللي كيكونوا في الجسم. نعم. كيكونوا تقريبا من في تحت الضلعين الأخيرين، وهما الدور ديالهم هاد الكلى وهو تصفية الدم من الأملاح والمواد السامة. نعم. وكينتج على هاد التصفية وهي الإنتاج ديال البول. نعم. اللي كيتفرز بالكلى كيمشي في واحد القنوات هما لي زيغوتير. نعم. وكيمشي للنبولة، ومن بعد كيخرج عبر ليغاتر باش برا. دونك هاد المشاكل اللي كتكون في الكلى والمسالك البولية عند الأطفال. نعم. كيكونوا خاصة كيكونوا 5 مرات تقريبا أكثر عند البنيتات أكثر من الوليدات، بمعنى البنيتات كيكونوا متعرضين لهاد الالتهابات أكثر من الدراري، وخاصة لأن كيف كنعرفوا بأن البنيتات ما بين النبولة واليوغات كيكون واحد القناة كتكون قصيرة صغيرة. نعم. وكيف كنعرفوا خاصة الأطفال الصغار البنيتات. نعم. شنو كيوقع لهم؟ نعم. ملي كيكونوا يديروا الخروج ديالهم في الحفاضات. نعم. غالبا كنلقاو ديك الخروج ديالهم وصلوا لهم الجهاز البولي القدام ديالهم. نعم. دونك وقع الام تحديله بدا شي مره ولا جوج، وغادي ديك البراز كيقدر يقاس المسالك البوليه ديال الدم. نعم. وهاد الخروج ديال كنعرفوا كاين واحد البكتيريا اللي كتكون في الخروج اللي هي الشغيل ساكولي. نعم. وهاد البكتيريا تقريبا كتمثل واحد 90% ديال الاسباب ديال التهابات الجرثوميه عند الطفل. وكيف قلنا خاصه البنيتات اللي كيتقاسوا اكثر، والوليدات كيكونوا بأقل 21% أقل. نعم. بعض الأحيان من غير هذا المشكل ديال البراز اللي كيكون في اللي كيكون فيها البكتيريا كيكونوا بعض المرات واحد العيوب خلقية اللي هاد المسالك البولية ولا الكلى كيكون فيهم مشكل ديال خليقة كي كنقولوا، كيكون مثلا زيادة خلق. نعم. كيكون مثلا كتكون امراض وراثيه، بحال دابا بعض العائلات كيكونوا كيديروا ديك الحجر في الكلى ديالهم، كيكون الحجر كينزلوا الحجر. نعم. حجرات، وهذيك الحساسيه اللي بحال كيخلق ديك المسالك البوليه، وديك البول اللي كيتفرز ما كيبقاش يدوز كيبقى حاصل، وهنا كيعرض الكلى للتعفنات. نعم. كاين بعض الاسباب اخرى ديال التهابات المسالك البوليه من غير الاسباب الجرثوميه. نعم. كاين مثلا الاورام كيكونوا عند الاطفال، كاين بعض المرات كيكون واحد تشوه خلقي، ديك القنوات اللي كتهبط البول من الكلى لتحت. نعم. كيكونوا بعض المرات كيكونوا ضيقين، ولا بعض المرات كاع مسدودين. نعم. غالبا كيكونوا ضيقين، دونك ملي كيكونوا ضيقين البول ما كيبقاش يهبط، البول كيبقى حاصل في الكلى، وهنا البول كل ما كيكون متعرض للتعفنات الجرثوميه. كاين واحد المشكل اخر. نعم. وهو في النبوله لتحت، بعض المرات ديك القناه اللي كتهبط من الكلى للنبوله عاده البول كيهبط ولكن ما كيعاودش يرجع، الطريق وحده كيمشي ولكن ما كيرجعش. الا كان كاين واحد ليفالف. نعم.
هنا بعض المرات ما كيكونوش خدامين مزيان، كيبقى البول يهبط، ومن بعد هادو كاين عيوب كثيره اللي كتأدي بهذا التعفنات الجرثوميه. وهذا المشكل ديال الالتهابات كيكون الاعراض ديالو عند الطفل، خاصه الطفل الرضيع كيف كنعرفوا ما كيهضرش، ما يقولش لك ضرني ظهري، ما كنقدرش ندير بيبي ولا لا. غالبا كيجي غير بارتفاع درجه الحراره، ولا كتقول لك الام راه كتمشي سخانه وتجي راه كندير الدواء ديال السخانه راه كتمشي، وكيف تقول لك راه ما كيجيش في الوزن، ولا كتقول لك مثلا راه كيتقيه، راه غير كيبكي. كاين بعض الحالات الطفل غير اخيرا كتقول لك الام راه غير كيبكي، كيكون سيرتو بالليل ولا كيبكي، وهو نعم. المشكل عند كان عنده واحد التشوه خلقي هو اللي كيكون سبب البكاء، وكيدير له هذه الالتهابات. بالنسبه للاطفال اللي كيكونوا شويه كبار بالسليم فوق هذا ما كيكونش مشكل في بس تشخيص المرض، لانه كيجيك بارتفاع درجه الحراره، ولا بعض الاحيان كيجيك غير بالاسهال، ولا كيبكي، ولا كيقول لك راه كضرني غير كلشي، ولا كيقول لك كنبغي ما كيعرفش، كيقول لك كندير بيبي كتحرقني، ولا كتقول لك الام راه غادي جاي للمرحل. دونك كيكونوا هاد العلامات اللي كيكونوا كيسهلوا عليك الخدمه بزاف. والتشخيص حنا عاده اي انا تنقولها وكنأكد عليها، اي طفل عنده ارتفاع درجه الحراره، واخا تقول لك واخا تقول لي الام راه غير الحرق، ولا غير راه غير كرشو، ولا راه حلقو، ولا كيطحن، بعض الاحيان غير كنشوفو كنقول له اول حاجه يعطيني البول ديالو، فيه الحراره يعطيني البول، كنديرو التحليله اللي هي سريعه ما كتاخذش واحد الدقيقه. وكنشخصو كنعرفو بانه واش كاين واحد الالتهاب في الجهاز البولي ولا ما كاين شيء، ومن ثم كنديرو واحد التحليله باش كنعرفو واش كاين ميكروب، اين نوع الميكروب، اين نوع المضاد الحيوي اللي غادي نعطيو للطفل باش كننقدو ديك الكيلي من نعم التحف. نعم دكتور، اون فوا كنعرفوا بان ديك الطفل راه عنده مشكل التهاب، هنا اول حاجه كنديروا هو العلاج. اولا خاصنا الجرثومه اللي كاينه خاصنا نحيدوها بعلاج خاص ديالو، ماشي علاج بحال علاج بسيط، ولكن علاج خاصنا نكونوا متاكدين فوق 99% بانه العلاج غادي يجيب نتيجه. هنا هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه خاصنا نعرفوا علاش ديك الطفل دار ديك الالتهاب الجرثومي ديال الكيلي. دونك هنا كنحاولوا كنديروا اما كنديروا بليكوغرافي، ولا كنشوف كنقدروا نطلبوا واحد التحليله ديال الدم باش كنشوفوا اليو في، كنديروا واحد الماده في الدم، وكناخذوا الراديوس باش كنشوفوا ديك الكيلي كيفاش خدامه، واش خدامه مزيان، واش ديك القنوات واش خدامه، ما كدوز البول مزيان، الكيلي اليمنى او اليسرى. وبهذا الاحيان ديك اللي قلنا قبيله ديك لافاب اللي كتكون في اليوهات ما بين النبوله، كتقدر ديك الباب كتحل كتدي وتجيب، دونك الاخ ما خاصها تهبط ما تطردش. هنا كنديروا ديك واحد ليوغيتروسيستوغرافي، كنديروا في ديريكت في النبوله، كنديروا واحد الماده وكنشوفوا ديك الماء اللي في ديك الماده اللي في النبوله واش غادي تطلع ولا لا، وهنا كيتشخص لنا المرض. هنا هذا غير باش كنعرفوا واش كاين شي تشوه خلقي، باش نشوف واش كاين شي يكون شي علاج عبر الجراحه ولا لا، ولا نتسنى. من بعد اذا كان مثلا الطفل كيدير تعفنات ديال الكيلي، كنطلبوا له واحد السنتيغرافي باش كنشوفوا ديك الكليه ديالو شحال تاثرت النسبه، لانه ما نعرفوش، خاصنا نعرفوا واحد الحاجه. انا كنشبه ديك الكيلي بحال 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 الجاج، راه البلاصه الا تقاصت راه ما كتعوض شيء، بمعنى الا مشات اليوم 5% راه ما يمكنناش بالعلاج نردوها، راه خاصنا مشات راه غتبقى الكيلي غير 95، من بعد الا تعاودت غتبقى تهبط. بعض الاحيان كيكونوا تعفنات والكيلي ما كتبقاش خدامه، صافي كيولي فشل كلوي ديال ديك الكيلي، وهنا بعض الاحيان كنكونوا ملزومين علينا نحيدوا ديك الكيلي، لانها كدير لنا غير تعفنات، والوليد مسكين كيبقى عايش غير بكيلي وحده. إذا كانوا التعفنات بجوج كيلي راك عارفين
ديك الساعه كيوليو في التصفيات الدياليز، وبعد الحين خاصنا نقلبوا على شي حد الله يحفظ. وهانتم المشكل كيكون بسيط ولكن بعض الاحيان كان كيتطور. نعم. يعني المضاعفات كيف قلنا الجرثومة كاينة في الكلي، هنا كيقدر ديك الجرثومة كدوز في الدم وكتقدر تعطينا واحد كتنتصف ديك الجراثيم في الجسم، تقدر تمشي لأي عضو آخر في الجسم، تقدر تعطينا سكونوفيل أن شوك سيبتيك اللي الضغط ديال الطفل كيهبط وكيطيح، يقدر يطيح، يقدر الله يقدر تأدي به الوفاة. كيف كنعرفوا بأنه هذه الجرثومة إلا كانت في الكيلي وما تعالجاتش تقدر تعطينا لابسي بحال كنقولوا حنا ديك القيح اللي كيتزمع كنقولوا حنا ديك المجلود. دونك ديك لابسي كيقدر يجي في الكيلي، وهنا المشكل ديك لابسي الدواء ما كيدوش له. دونك العلاج شنو هو؟ خاصو عمليه جراحيه باش نخويو ديك الكيلي من ديك القيح اللي حصل فيها، وعاد كنعطيو العلاج اخر. كيف قلنا القدر هذا الالتهاب الجرثومي ديال الكيلي يقدر يعطينا واحد الفشل ديال الكيلي ومزمن. وقدر الى ما لقيناش السبب ديال هاد المشكل ديال التعفن، يعني نقلبوا على تشوه خلقي ولا ديال الكيلي، الا ما عرفناش غيبقى التعاود والالتهابات غتبدا بالتعاود والكيلي غادي تتاثر وتقدر ما تبقاش خدامه كاع. نعم. اذا كيبقى العلاج المضاد الحيوي، نقلبوا على السبب علاش الطفل كيعاود هاد هاد التعفنات، وباش كنعرف باش نحميو ديك الكليه وتبقى خدامه له طول الحياه ديالو يبقى عايش بها. كما قلت دكتور، هذا الالتهاب كيبدا من الصغر، والوالدين خصهم يردوا البال لان الامر ماشي سهل سواء الطفل كان كبير ولا صغير. واحد النقطه اللي بغيت نسولك عليها دكتور، واش الختان عنده علاقه بالامر؟ بالفعل دابا الختان شوف الدين ديالنا سبحان الله العظيم سهل علينا شي حوايج وحنا كنجهلوها بزاف. ديك الختان ملي ما كتكونش ما كيتختنوش الوليدات، كتبقى ديك الجليده سدالو ديك الثقب ديال اليوغيت باش كتخرج البول. شنو كيوقع؟ ديك كيوقع واحد التعفن في ديك البلاصه اللي ديك الجليده اللي زايده، واي تعفن تما يقدر يطلع لافيسي ويقدر يطلع حتى الفوق. والدراسات بينت على انه الاطفال اللي كيتختنوا ما كيكونوش متعرضين ماشي غير الالتهاب الكلوي، حتى لبعض الامراض بحال فقدان المناعه السيده. الناس اللي كيكونوا مختنين ما كيكونوش متعرضين للتعفنات. دونك الختانه بطبيعه الحال واحد الحاجه اللي مهمه وكتقلل من هذه الالتهابات ديال الجهاز البولي عند الطفل. نعم. وحاجه اخرى كيف قلنا الختانه عند الوليدات، بالنسبه للبنيتات انا كنقولها وهذه هي اللي ممكن نختموا بها اليوم. نعم. وهي ان الطفل الرضع خاصه البنت. نعم. الله يخليكم الامهات بعض الاحيان كيبداو يستعملوا ديك لي موشواغ، ديك الموشواغ، ديك لي لانجيت فيهم الرواق فيهم الرائحه. حنا بغض النظر على المواد اللي فيها، اللي حنا ما متاكدينش بانها مواد طبيعيه ولو نقراو انها طبيعيه. نعم. نحاولوا الام راه غير طويصه ديال الماء، شويه ديال الماء، نهزوا البنت دارت الخروج ديالها، نهزوها نحيدوا ديك الشيء اللي ما ديك اللي ما نحيدوهم ونديروا الماء، ما كاينش ما حتى من الماء باش تنقيو. نعم. حتى الوقت باش غادي نقيو راه ما غاديش يفوت لينا 30 ثانيه غير بالماء، اما الا استعملنا ديك ليلانجيت غادي تبقى تمسح وديك الشيء اللي اللور غادي نبقى ونزيدوه نجيبوه لقدام، وهنا يقدر يكون تعفن. نعم. وبالنسبه للامهات اللي عندهم البنيتات من 3 سنين لفوق، نحاولوا نعلموهم كيفاش يتوضاو دائما. دائما ما عمرنا كنمسحوا من اللور القدام. علاش؟ لانه كنبقاو ديك المواد
نعم ديال الخروج كنبداو نجيبوهم للقدام وكنقدروا نعرضوا لبليتان التعفن دائما من القدام اللو ونستعملوا الماء ولكن ممكن نديروا واحد الماده واحد صابون اللي هو يكون معروف باش نقيو به وخاصه من مور ما يدير الوليد الخروج ديالو ونشلو بالماء ونشفو هنا كنتفاداو نقدر نقول لك فوق 50% من اكثر من التعفنات وخاصه الاطفال البنات وكاش كيتعرضوا ملي كيكون عندهم مثلا الاسهال ولا كتقول لك انا راه خليتها غير للسيده هي اللي كتوديها هي باش وقع لها التعفن دونك دائما كتبقى دائما الوقايه كتبقى الوقايه خير من العلاج وما نبقاوش نقولوا غير السخانه راه ماشي مشكل لا نعرفوا السبب ديالها واضح دكتور كنت شويه سريع ولكن حتى لا شكرا مزيان دكتور النقط المهمة نكتفيو بهذا القدر اليوم دكتور شكرا جزيلا ونضربوا لك موعد غدا بحول الله في نفس الوقت شكرا Why should you turn on this food? Should I have dinner?